السلام عليكم. اليوم سنريكم عملية تشحيم السهم المنظاري في رافعة 35 طن. أول شيء نقوم سواء بإخراج العوارض أو برفع السهم المنظاري هكذا، لكن المهم تكون الرافعة على أن تكون يعني اتجاه قمرة القيادة إلى اليمين ولا إلى اليسار حتى لا تنقلب بالرافعة. أول شيء تبدأ برؤوس التشحيم هذه لأنها موصلة بأنابيب ستوصل إلى محور الرافعة وهكذا. ثم تقول لي صاحب قائد الرافعة أن يخرج السهم واحدا تلو الآخر، ثم تنظر من هذه الثقوب حتى ترى الرؤوس، ثم تقوم بالتشحيم. هذا الذراع الأول، وكذلك في الذراع الثاني كما نرى الثقوب هنا تقوم بتشحيمها، وكذلك يتبع حتى الأعلى. طبعا القائد الرافعة يخرج، ثم ترى أنت الرؤوس تبقى بالتشحيم. والسلام عليكم.